هنلعب لعبة سؤال بسؤال. هقول على موقف معين بيحصل بين اتنين عادي، بس الحوار ما بينهم مش هينفع يكون غير بالأسئلة، وهيفضلوا كده سؤال بسؤال لغاية ما فيهم واحد يغلط أو يتأخر في الرد. هضرب الجرس ده واطلعه بره والتاني يدخل يكمل مكانه. اوكي؟ يسرى وشريف اتفضلوا. المشهد بيقول خناقة بين واحد هيموت من الجوع بيطلب اوردر من كاشير بارد. يسرى هتبقى الكاشير البارد، شريف هيبقى الشخص اللي هيموت من الجوع. خناقة. الاوردر اتأخر ليه يا بهيمة؟ حضرتك بتشتمني؟ فين المدير بتاع المكان؟ مديري انا؟ انت هتتخانقي معايا ولا مش هتتخانقي؟ انت عايزني اتخانق معاك؟ انا هموت يا بهايم. اطلع. الراجل بتاع الاوردر طلع. انت طالب من عندنا اوردر؟ امال طالب من عند امي؟ هو حضرتك بتزعق ليه؟ حطيته جبنه على السندوتش. هو حضرتك طلبت جبنه؟ طب ممكن اشوفه. حضرتك عايز تشوفه التليفون؟ ممكن القي عليه نظره الوداع. حضرتك هو السندوتش مات؟ لا ماك. هو انت بارده كده ليه؟ هو انا اقدر اكون غير كده؟ هو انت بتضحكي؟ حضرتك عايز نعيط؟ انت عمرك ما جربتي الجوع؟ حضرتك هو انا مش بني ادمه؟ هو انت ما عندكيش اطفال بيقول لك جعانين جعانين؟ حضرتك هو انا مجنونه عشان اتجوز؟ طب لو سمحت الاوردر طلع ولا لسه؟ هو حضرتك بقيت مؤدب فجأة ليه؟ ما انا مش عايزة اشتمك ولا ايه؟ ايه ده؟ هنقعد بقى حضرتك حضرتك للصبح ولا ايه؟ هو حضرتك مش محترم ولا ايه؟ هو حضرتك بقى مش هتحلينا ولا ايه؟ هو حضرتك في ايدي انا العقدة ولا ايه؟ هو حضرتك مش هتجيب الاوردر ولا ايه؟ حضرتك هو انا السواق ولا ايه؟ هو حضرتك يعني مش ناوي تخف شوية علينا ولا ايه؟ حضرتك هو انا عيانة؟ هتبعتي الاوردر امتى؟ حضرتك مستعجل عليه؟ هتبعتي الفراخ امتى؟ هو حضرتك طالب فراخ؟ هو انتوا ساكتين فين في المحل؟ ايه ده جاي تتقدم لي؟ هو انت ليه كده كلحة؟